وانظر الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سئلت السيدة عائشة عن اعجب ما رأيتيه من رسول الله، قالت كان كل امره عجب، فداه ابي وامي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان ليلة عندي فنام الى جواري حتى مس جلده جلدي ثم قام، قلت يا اي؟ قال يا عائشة ذريني اتعبد لربي، اتركيني اتعبد لربي. قالت اني احب قربك واحب ان تتعبد لربك. فقام فاغتسل او توضا ثم قام يصلي فسجد، فاطال السجود حتى ظننت انه قبض، فحركت الهامه فتحرك صلى الله عليه واله وسلم، فسمعته يقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. هذا رسول الله ولك فيه أسوة صلى الله عليه وآله وسلم. إيثار الله على الشهوات، هذه هي عدم التوسع في المباحات فضلا عن الحرام، ولكن أن تحجم هذه المباحات، الأكل والشرب والنوم والدفء والبيت، وحجم هذه المباحات والاستمتاع بها، وأقبل على ربك يراك ويقدر ذلك منك، عبدي يذر شهوته لأجلي ولو شاء عقد، فيضحك الله إليه.